بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو سأريكم الطريقة التي استعملتها لتحويل هذا المكيف من المكان الذي كان فيه إلى هذا المكان، وهذا دون استعمال جهاز المانوميتر ودون ضياع في الغاز. والمكيف قبل نقله إلى المكان الذي رأيناه فيه كان مركب في هذا المكان، وهذا من الداخل. أما الوحدة الخارجية فكانت في هذا المكان، وعملية استعادة وتجميع غاز التبريد نقوم بها عندما نريد تحويل المكيف من مكان إلى مكان آخر كما فعلنا هنا. كما يمكن القيام بها أيضا إذا أردنا توقيف المكيف لمدة طويلة. وقبل القيام بعملية تجميع الغاز يجب أن نعرف أن الوحدة الداخلية موصولة بالوحدة الخارجية بواسطة أنبوبين، وهذه الوحدة الداخلية تحمل المبخر أو ليفابوراتور، ووظيفة المبخر هي تحويل الغاز السائل القادم من الوحدة الخارجية إلى بخار. أما الوحدة الخارجية هذه فتحمل هنا في الخلف المكثف أي الكوندنسور، والذي يحول البخار القادم من الوحدة الداخلية إلى سائل. ونقل السائل من المكثف إلى المبخر يتم بواسطة الأنبوب الصغير. أما نقل البخار من المبخر إلى المكثف فيتم بواسطة الأنبوب الكبير، لذلك يعرف الأنبوب الصغير باسم أنبوب السائل، والأنبوب الكبير باسم أنبوب البخار. وبعد هذا الشرح الموجز نستنتج أنه في الأول يجب غلق صنبور الأنبوب الصغير لمنع خروج الغاز، وبعد التجميع نغلق صنبور الأنبوب الكبير. ولهذه العملية نحتاج إلى مفتاح. تسعتاش لفتح غطاء الصنبور الصغير. 22 لفتح غطاء الصنبور الكبير. ولغلق هذين الصنبورين نحتاج إلى مفتاح. على شكل نجمة عيار 25، المرحلة الأخيرة من هذه العملية تتمثل في تشغيل المكيف كمبرد أي على وضعية التبريد، وننتظر إلى أن يشتغل المضغط أي كومبريسور. وبعد تشغيل الكمبريسور نغلق صنبور الأنبوب الصغير، وننتظر بين دقيقة ونصف ودقيقتان إلى أن نسمع تغير في الصوت. بعدها مباشرة نغلق صنبور الأنبوب الكبير. نغلق الآن هذا الصنبور، ثم مباشرة بعد ذلك نوقف المكيف. وبعد إطفاء المكيف وقطع التيار الكهربائي نصل الوحدة الخارجية عن هذين الأنبوبين بفتح هذين الجوزين أو ما يعرف باسم ليزيكرو. نبدأ بهذا الليكرو الصغير.
ثم نفتح لي كرو الكبير. لنلاحظ أنه لم يبقى أي غاز في الأنابيب وأن عملية استرجاع كل الغاز تمت بنجاح. ولتفادي دخول شوائب أو غبار إلى هذه الفتحات يكفي سدها جيدا بقطع ورقية. كما يمكن تغطية أطراف الأنابيب هذه باستعمال قطع بلاستيكية أو باستعمال السيليكون. ثم نغلق منفذ الغاز الصغير بالغطاء الخاص به. والمنفذ الكبير بالغطاء الثاني. وأخيرا نعيد تركيب سدادات الصنابير. وبهذه العملية الأخيرة نكون قد هيئنا الوحدة الخارجية لنقلها إلى مكان آخر.